بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبس تلقوا نظر على اللوحة لأنها معبية ما شاء الله. اليوم هذه الحلقة رقم 6 من مجموعتنا أرض باكس. اليوم 12 جولاي 2020 زي ما انتم شايفين، والحلقة بعنوان معروض للبيع. عنوان غريب بس خليني اشرح لكم اياه على السريع. يعني احنا كمحللين اقتصاديين بيجينا يعني الزباين تبعونا بعطونا مشروع، بقولنا دوسونا جدول اقتصادية تبع المشروع، اذا هذا المشروع نافع ولا مش نافع، يعني نستثمر ولا ما نستثمر. فاحنا مهمتنا انه يعني ندوس المشروع من جميع نواحي ونستقصي الحقائق تبعه، وبعدين نعطيهم رأينا إذا هذا فيه له جدوى اقتصادية ولا ما له جدوى اقتصادية. فهنا واحد جاء اتصل فيه مستثمر كبير وشركة كبيرة يعني معروفة، قال معروض علينا للبيع يعني للشراء بالنسبة لهم 3 هيئات في العالم. قلت له خير ان شاء الله، هات يلا نشوف مين هما. قال لي معروض علينا انه نشتري قناة الجزيرة، ومعروض علينا نشتري نادي ليفربول الانجليزي، او نشتري قناة CNN الامريكية. فمعناش امكانية لنشتري بس واحد من هذول المشاريع. بدنا تقولنا انه واحد لازم نشتري اذا في اي واحد في جدوى اقتصادية نشتري. الله يرضى عليك يعني ساعدنا في الموضوع. وقلت ماشي على راس وعيني، طبعا كل شيء له ثمن. فاتفقنا على الموضوع وقلت بديت في الدراسة تبعتي. فاحنا من الدراسة تبعتنا اول عامل نعمله عامل اسمه عامل الإليمينيشن، يعني نبدأ ننخل، عامل التنخيل بالعربي. فخلينا نبدأ في هذا العامل ننخل، نشوف ونبحث إيجابيات كل مشروع ضد سلبياته، البروز أند كونز. هذه أول هذا. خلينا نبدأ في هاي المرحلة لأنه بتوفر علينا المراحل اللي بعدها، أشياء كثيرة بتيجي طبعا، بس خلينا نبدأ في هذا الموضوع عشان ندردش ونخليه قصير. نبلش في موضوع التنخيل الإليمينيشن بروسيس. قلت أنا باخذ أسهل واحد فيهم بالأول، هات نادي ليفربول الإنجليزي. أول ما تسأل كم صار له في العمل، كم صار له يعني إن أبريشن بيشتغل، لقيت إنه هذا ما شاء الله عليه صار له فوق 100 سنة، 120 130 سنة تقريبا أو 128 سنة. فممتاز، متأسس من 1892. طيب شو إنجازاته؟ اطلعت والله في 129 أو 128 سنة حاصلين 19 مرة على بطولة بريطانيا اللي اسمها البريمير ليج، 19 مرة، وماخدين الفدريشن اسوسيشن كأس الفدريشن برضو الانجليزي 7 مرات، وكأس الليج قبل ما يطلع على البريمير ليج، الليج اللي تحته اللي هو الدرجة الأولى، هذا الدرجة البريمير ليج الدرجة الممتازة، ماخدينه 8 مرات. وفي عندهم كوميونيتي كاب كمان داخلي في انجلترا، ماخدينه 15 مرة في حياته. والآن يعني حاليا بتلاقيهم هم أبطال العالم في للأندية، أخذوها في قطر العام الماضي إذا بتذكروا، وأبطال أوروبا الويفا بسموها، بعرفش إذا كاتبها صح ولا لا، برضو أخذوها السنة الماضية في 2019. وهاي السنة بعد غياب طويل اتوجوا أوريدي، حسموا الموضوع
هم الآن الشامبيونز تبعون البريمير ليج، يعني أبطال إنجلترا كمان مرة في الدوري الممتاز. ممتاز والله، هذه كلها إيجابيات، فهذا بحطه على جهة، بقول هذا فيه إمكانية. بعدين هي هذا يعني 100% أنا موافق عليه. بعد قبل ما يروح للمرحلة الثانية تبعهم اللي هي المرحلة المالية، كم أرباحهم وخسائرهم في ال3 سنين أو ال5 سنين الماضية، وكم لازم أدفع، هذا يعني الجواب على السؤال تشتري. بقول بشتري، فيها إيجابيات، فيها فيزابيليتي في الإنجليزي، فبنحطه على الجهة إنه هذا كله يعني 90% إجابة، عامل الخطورة فيه أو الريسك فاكتور قليل، فبنخليه إنه يعني ما فيش هذا. بعد طبعا دراسة الأمور المالية تبعته، الدخل والمصاريف والمصاريف الإدارية ورواتب اللاعبين، وشو عندنا الأسيتس من اللاعبين الكبار وكذا، زي مو صلاح، محمد صلاح وساديو ماني مثلا، فيرجل فان دايك، وهدول الحلوين يعني، في تجمع الفريق ممتاز، وإنجازاته الأخيرة بتشهد إنه الآن هو بطل أوروبا وبطل إنجلترا وبطل العالم. يعني بتقدرش تسأل عن إشي أفضل من هيك. أوكي، خليه على جنب قبل ما نروح للمرحلة الثانية. بنيجي بناخد، قلت هلا نبحث قناة السي ان ان، هات لنشوف شو إنجازاتها. يلا لقينا إنجازاتها إنه هذه تأسست سنة 1980، ممتاز، يعني صار لهم كم 30 سنة في العمل، وهذا يعني ريكورد ممتاز. بما انهم صامدين 30 سنة معناها في امكانية انهم يستمروا. بس هات لنشوف انجازاتها ونشوف الفيزابيليتي تبعها. بنلاقي في خلال ال30 سنة حولوا مفهوم المقاومة، يعني الشخص اللي بيقاوم بيدافع عن نفسه، بيدافع عن بيته، وبيدافع عن اهله وعرضه وارضه، هذا صار يسمى ارهاب. حولوه بطريقة بغسل مخ ممتاز، صارت المقاومة ارهاب. ممتاز، هذا نيجاتيف يعني سلبي. حولوا القاتل واللي بقتل واللي بقتل الناس في بلدها وكذا وشي، حولوا انه هذا دفاع عن النفس، برضه هذه سلبي، حط على جنب. بعدين الغزو، يعني لما دولة كبيرة ولا كذا ولا تآلف ولا تحالف دول كبيرة بيغزو دول ثانية وبيحطموها وبيسووها رماد على الأرض، هاي اسمها ديمقراطية سووها. أهلا وسهلا. وبعدين تيجي تقول المعارضة اللي بتنزل، مثلا الناس بيعارضوا على أشياء مش لازم يعني ينزلوا يعارضوا، سموها شغب. وعندهم مبادئ الصهيونية وكل ما تفعله في العالم من تقسيم وتدمير وفساد، هذا اسمه سلام. سووا لنا يا سلام، ممتاز، من أبدع ما يمكن، برضه سلبي حطها. بعدين تيجي إنه ظلوا يغرزوا فينا انه حب من تشاء، هذا صار قانون، وبلاش اشرحها اكثر انه تعرفوا شو معناها. وبعدين من سنة الثمانين لان اكبر شغلة صارت في عهدهم، وقعت عمارات الوورلد تريد سنتر، مركز التجارة العالمي في نيويورك، انتصف، اتدمر. أفضل معلم سياحي عندنا كان في الولايات المتحدة نزل. واللي أدهى من هيك إنه هم مركز التجارة العالمي يتكون من 7 عمارات، مش بس 2 طويلات، وللباقي كلهم بيطلعوا لحد 30 و40 و50 طابق، كان جنب بعض مجمع نحن ممكن. العمارة رقم 7 هي العمارة الفيدرالية اللي فيها كل مكاتب الحكومة الفيدرالية ومخزن الذهب، يعني من الريزيرف بانك اللي هو يعني لا يعد فيدرالي، يعد منفصل، بس ريزيرف بانك كان هناك. وبعدين كل مكاتب
الحكومة الفيدرالية الاتورني جنرال وال الاف بي اي وكل يعني كلها وكل ومندوبين الوزارات كلها موجودين، كان في هاي العمارة كلها اسمها العمارة الفيدرالية. كانت واقفة المذيعة يعني بعيد عنها، والعمارة 5 7 في خلفيتها مذيعة CNN، وبتقول كما تشاهدون الآن وقعت العمارة 5 7 وهي لسه واقفة وراهم، واقفة وراهم بتقول كما ترون الآن وقعت العمارة. بعد 3 دقائق محكتها وقعت. طب شو عرفك انها راح توقع؟ فهذه قلنا يعني هذه مخرطة، مخرطة كذب احنا نسميها مخرطة. طيب شو تعمل؟ هذه كلها سلبيات حطها على جنب. هاي بعتت على طول ايميل للمستثمر، قلت له ابعت لي ايميل او استشير او اقعد اجتمع مع تبعون قناة السين انه شوفوا قديش بدفعونا النا احنا لناخذ هالزبالة من تحت ايديهم، يعني هم اللي لازم يدفعوا مش احنا. فاذا صار في توجه انه مستعدين يدفعوا لنا ناخذ هالزباله وننظفها شويه نعملها ريسايكل، ما بجوز يصير عندنا شويه فيزابيليتي لها. فهاي هيك اعطيته وقلت له يعني هذا بالنسبه للسنين، قال لي طيب والباقي؟ قلت له لسه تحت الدراسه. منروح لقناه الجزيره. قناة الجزيرة تؤسست سنة 1996، ممتاز 24 سنة مش بطال. تأسست أظن إذا ذاكرتي بتكون بواحد 11 1996، أنا شركتي تأسست 29/2/96 في اليوم الكبيس أو الكبيس شو بسموه الكبيس، يعني انا بحتفل ب بالانيفرساري تبع شركتي مره كل 4 سنين. ارخصنا نيجي نقول يلا نشوف الانجازات، خلاص 24 سنه معقوله برضو، يعني هذه اتباس. اذا اي شركه او اي هيئه بتتعدى 3 سنة من عملها يعني خلاص بتبدا تاخذ شويه بنسميها من الاستابيليتي، يعني بصير عندها ستابيليتي او يعني تواجد يعني عقلاني، انه خلاص اتخطت اول 3 سنين، هي 3 سنين الخطوره. فقلنا طيب 24 سنه مقبوله، طيب هات الانجازات نشوف. وجدنا انه من حد ما تاسست لافغانستان يفتح الله اتشطب، العراق اتشطب، سوريا اتشطبت، اليمن اتشطب، وغزة اتدمرت عن بكرة أبيها، ومصر بطل اشي اسمه مصر، في اشي اسمه حظيرة خرفان ومعيز، وفي شوية هيك منهم فراعنة، شوية صغيرة ولا 1% فراعنة. تيجي على الجي سي سي اللي هي مجلس التعاون الخليجي انشلخ في عهدها، كله هذا من حد ما تأسست صار، والعالم المسلم مش الإسلام، مفيش عالم إسلامي، مفيش دولة إسلامية ولا في عالم إسلامي. العالم المسلم يعني العالم أو الأماكن أو المناطق الجغرافية التي يكثر بها أو غالبيتها تكون من المسلمين، نسمي العالم المسلم. فرعت النيالة 71 طائفة، وقاعدين ندور على طائفتين لسه عشان يصيروا 73 طائفة، ما في حديث، في حديث ضعيف شوي. بقول بدنا 71 طائفة يهودية و72 طائفة نصرانية و73 طائفة
مسلمة وما بتدخلش منهم إلا طائفة من كل واحد منهم للجنة، والباقي على النار. سبحانك يا الله، استغفر الله العظيم يا رب. وكأن الله ليس غفور وليس رحيم. ما بعرف مين. المهم قلنا طيب، عندنا احنا 71 طائفة، بندور على طائفتين، احنا لازم يكون 73 طائفة. فسؤالي لكم، هل ممكن نعد الخرفان والمعيز اللي كانت في اللي الآن موجودين في مكان يسمى مصر، نقدر نعدهم طائفتين عشان نكمل 73؟ هذا السؤال. طيب شو الموضوع؟ كله سلبي. طب هات لك شيء ايجابي يا ابن حلال، مش معقول ما تلاقيش بس شغلة بسيطة ايجابية. قلنا والله اذا بدي ادور ادور، ظليتني هيك افكر، قلت والله بتعرف في شغلة ايجابية اجت من قبل الاستاذ نزيه الاحدب، اللي انا بكن له كل احترام، وبعتقد انه افضل ما يعني ما سمعت، افضل شخص شاهدت في كمقدم برامج، والشهادة لله عز وجل. أنا بتعرف بلفش ولا بدور. مرة رد على أفرخاي أدرعي لما إجا بده يعمل علينا داعية مسلم ولا كذا، وحكى آية من هذا، إذا فضت يعني إذا إجا وقت الصلاة، كانت الآيتين هي من سورة الجمعة، وبديش أغلط في القرآن، إنه هذاك بقولنا لما إذا نودي للصلاة يوم الجمعة إنه نذهب للصلاة. فهو رد عليه بآية ثانية بعدها بآيتين أو ثلاثة، اللي هي مثلا كمثل الحمار الذي يحمل أسفار. هاي يعني بعطيه عليها it's priceless actually، يعني ما لهاش ثمن. بس بعدين في اليومين الأخيرات يعني أنا بحاول ألاقي شغلة إيجابية أحطها في عداد الجزيرة ولقيته. وبالأخير قبل يومين كنت بدي أعمل الحلقة قبل يومين، وسبحانك يا رب يجوز عشان هيك الله أخرني فيها. فرحت ولا إيش، بسمع تعليق غادة عويس على إيش، على تحويل متحف، على تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد. فهاي شالتها يعني. بس إذا بدي أحط هون، هذه كمان صارت في عداد السلبيات. قلنا السينين لما زبلت التاريخ، هاي عشان حرام بيحكوا عربي وكذا وشي، بلاش خليهم قاعدين بس يفتح. إذا بدي أحط عليها سعر ولا شي، بيجوز أحط عليها تعريفة فلسطينية مخزوقة من أيام ما كانت فلسطين، تبدأ من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الفرات، أظن كانت كل هاي فلسطين. وكانت جولدا مايير سيتيزن، يعني جنسيتها فلسطينية في ذاك الوقت. فرديت الموضوع لصاحبنا وقلت له اطلع قناة CNN، إذا ردوا عليك لحد الآن قديش بيدفعوا لك لتاخذها؟ ابدأ جادل بس اضرب في العالم. قناة الجزيرة إذا بتلاقي لهم تعريفة فلسطينية مخزوقة من أيام ما كانت فلسطين فلسطين، لأن عمرهم ما جابوا سيرة فلسطين، ولا بلاش أقول هيك، بجيبوا سيرة فلسطين بس على هواهم. يعني السلبيات والتحطيمات والتهديمات اللي صارت في عهدهم منذ تأسيسهم لليوم تمحي كل شيء بيحكوه، حتى لو كان صح ولو كان في الطريق الصواب. والآن يعني لما تسمع لهذا التحليل بتعرف إنه شرهم أكثر من خيرهم زي ما تقول. وحطيت عليه السعر تبعه،
قلت له هذا تعريفة فلسطينية، هذاك لازم يدفعوا لك، ونادي ليفربول هو هذا ممتاز ممكن تشتريه، بس اسألهم إذا ممكن يعطوك النادي اليوم وتعطيهم يا شيكات مؤجلة، أو تبدأ الدفع من سنة 23، لأنه بالسنة 20 هي الله بعلم إذا بعاود بقوم للفيفا قائمة. وهذا كان أحد توقعاتي، إنه بال2019 2020 الفيفا راح يتعرض لهزة قوية تهزه وتوقفه، وبجوز نهائيا على بين مش بيلعبوا بدون جمهور، هذا حكي فاضي يعني. وحصلت، وأنا هذا عاملها من سنة 2010 هذا التوقع وزبط. بس هون قلت لصاحبي ليفربول تقدر تشتريه، بس بعدين إذا وافقوا إنه الدفع يبدأ من 23، لأنه العالم كله راح يتقلص ل 19 إقليم زي ما أنا حكيت لكم في الحلقة الماضية. واحد من الأقاليم اللي هو الإقليم الجليدي أنتاركتيك، هنقول أنارتيك أنتاركتيك، فبضلوا 18 ولا 18، راح نصير نسوي لكم كأس عالم كل سنة. ليش 4 سنين؟ كلهم بتأهل وال18، وبنعمل لكم اسوسيشن جديد بال23 ان شاء الله، نسميه نويفا. شو نويفا؟ نيو وورلد انترناشونال فوتبول اسوسيشن. يلا هنا لقينا لكم الاسم كمان، وبنبدا من سنة ال24 اول كاس عالم، بلاش 26، مستناش 26 في امريكا في الاقليم رقم واحد، يا بال24 يا في ال26، وبلكي بديناها في ال24 عملناها في قطر مش غلط. هاي شفتوا كيف التحليل؟ هيك كيف اذا بدك تشتري هيئة من الهيئات هيك بنقوم فيها. فالثلاثة يعني ما 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 تجاوزوش معاي التنخيل، مرحلة التنخيل، بس ممكن اذا وافقوا يعني في شيء اسمه عندنا بري ريكويزيت ريكوايرمنت، يعني طلبات مسبقة. من الطلبات المسبقة لليفربول اللي أنا موافق عليه نشتري، إنه يقبلوا الدفع من سنة 23 وخلص. وهذا لا كيف تحل واحد إذا بيرضى بتعريفة فلسطينية نشتري مش مشكلة، تعريف فلسطينية مخرومة بنلاقيها إن شاء الله لو بندفع شوية عليها، لأنه أثرية هاي. وهذلاك إذا بدفعوا لنا قديش يدفعوا لنا عشان ننظف الزبالة تبعتهم السيمين. فهاي أعطيتكم أي واحد تشتري وكم تدفع. منيح، أستودعكم الله، وهاي حلقة هيك أخلوها عندكم في ذاكرتكم لأنها دردشة حلوة كانت باعتقادي. يلا وأعطوني تعليقاتكم، وإلى اللقاء مع حلقة الأخطبوط الجزء الثاني رقم 2B، جايتكم إن شاء الله يوم الاثنين أو الثلاثة، يعني يا بكرة يا بعد بكرة، لأني شغال عليها صح. أستودعكم الله.